ورد يوتيوب، كيف الحال؟ اخبار الشمسين؟ عساكم بخير. تكملة لكل شيء يتعلق باحمد سانتا، راح نكمله هنا. الخمس تراكات الفاضل الباقي يعني من الالبوم تبعه، الفيديو كليب تبع اول تراك من الالبوم اسمه احمد سانتا، وكمان في رابر اسمه دوس من العراق، عراقي كندي، سوى كمان كولاب مع احمد سانتا، تواصل معي وراني يعني التراك هذا. فراح نقفل كل شيء عن احمد سانتا في الفيديو كليب هذا. Let's get it. راح نبدأ بتراك اسمه Under Pressure by دوس. زي ما قلنا دوس رابر عراقي كندي featuring أحمد سانتا. التراك نزل أو Under Pressure نزل من شهر واحد يوم 23، اليوم 24، أمس كمل شهر. التراك عدل 11,000 مشاهدة. Produced by D.I.B. Got the Heat. D.I.B. Got the Heat. Mix Master Joshua. Visuals by Hangout Motel. Editing by Zani Visuals. Okay, دوس. قولي في كلمات. قولي في كلمات يا دوس. أظن فيه. أنا شايفين السبتايتلز على السريع. يو. الفيديو هذا بيكون يعني sit down. فهمت علي؟ تقعد تتفرج، بالذات لما يكون أحمد سانتا في الفيديو. Watch and learn. فهمت علي؟ فالفيديو هذا بيكون جلسة استماع. عندنا نص ألبوم نكمله، عندنا التراك هذا، عندنا الفيديو كليب تبع أحمد سانتا. فإذا ما تكلمت كثير صدقني كويس، لأنه إذا تكلمت بتنزعج. المهم دوس Under Pressure featuring أحمد سانتا. Let's go. I crushed the digital, I was driving with my eyes closed. Under pressure like I'm walking on a tightrope. I got hooligans from Joe Burn. Wait. I crushed the digital, I was driving with my eyes closed. Under pressure like I'm walking on a tightrope. I got hooligans from Joburg to Cairo. Okay. وصل. اوكي هذا ستايل دوس يعني. Got it. Yeah. Let's go. The digital, I was driving with my eyes closed. Under pressure like I'm walking on a tightrope. I got hooligans from Joburg to Cairo. They got my back any day, any time zone. Please don't get so mad. Angry at me cause your girlfriend told me that I'm handsome. Don't know why they mad at me, I don't know why they act up. Angry at me cause I poked your girlfriend like a cactus. Dancing on me like a diamond. Swerving lane like a fireman. على فكرة ما يعني ما في شيء صعب يعني ينفهم. فهمت عليه؟ يعني مثلا هنا قاعد يقول انت زعلان مني عشان صاحبتك قالت انه انا هانسوم، فما في شيء كثير ينشرح يعني. فهمت عليه؟ ف let's just enjoy the music يعني. فهمت عليه؟ دوس من العراق على فكرة، زي ما قلنا المرة المليون. وانا عندي نظرية، السين العراقي يعني طلع يعني ليفل كذا السريع اللي فوق، انه الرابرز تبع الجيل هذا اكثرهم ترى من برا العراق، اكثرهم من الناس اللي تهجروا بداية الالفينات. if that makes sense. وهذه نظرية ام ناشور اذا صح ولا لا، لكن ايش من الاكسنت، من اللغات اللي قاعد يستعملوها الحين. مثلا السويد، ترى السويد في رابرز كثار ماسكين السين السويدي وعراقين، ينامين. فأنا إيش قاعد أقول حاليا، أنه ممكن العراقيين اللي تهجروا في بداية الألفينات كبروا يعني، راحوا هناك هم صغار أو انولدوا هناك يعني، كبروا على البيئات هذيك ولسه عندهم الانتماء. فهمت علي؟ to the motherland يعني، اللي هي العراق يعني، صح لا؟ فالكل حاب يقدم شيء للسين العراقي. فتقدر تشوف ناس زي أرنو من زي دوس مثلا. فهمت علي؟ ناس اودز
الأود جانج يعني أود خالد وسين نايومي سويد فهمت عليه. فهذول كلهم احتمال يكون راحوا من زمان يعني فهمت من زمان زمان يعني بداية الحرب والكلام هذا ورجعوا ينامين. فأظن هم اللي أضافوا الكثير للسين العراقي which is perfect يعني نايس نايس نايس. أنا متحمس أشوف كيف أحمد سانتا بيأدي يعني في التراك هذا لأنه جو باين جو فهمت علي. بس ما قد سمعته في تراك إنجليزي يعني هل بيغني بالإنجليزي ولا بيغني بأسلوب العادي. Let's go. I got hooligans from Joburg to Cairo. They got my back any day, any time zone. Please don't get so mad now. Please don't get so mad. Angry at me 'cause your girlfriend told me that I'm handsome. Don't know why they mad at me. I don't know why you act up. Angry at me 'cause I poked your girlfriend like a cactus. Dancing on me like a diamond. Swerving lane like a fireman with the sirens. Why you shivering when you heard the sound of these gunshots, man? I heard you on the EPM, believe that you so hard, man. It's gonna be alright, I promise. Jump up in the car, man, and hide under the blanket. Say your prayers like a Mormon. It's all I want, man. They here for more, 'cause I'm here for fortune. I never thought you'd see me rise up in the stratosphere, screaming like I'm Tarzan. Crashed the Peugeot while I was driving with my eyes closed. Under pressure, like I'm walking on a tightrope. I got hooligans from Joburg to Cairo. They got my back any day. In the time zone. Please don't get so mad now. Please don't get so mad. Angry at me 'cause your girlfriend told me that I'm handsome. Don't know why they mad at me. I don't know why they act up. Angry at me 'cause I poked your girlfriend like a cactus. وصوني السبع وصايا ان انسى كل اعدائي ورايا جالك في سكه قدامي نصايا على منزلك من الهيمالايا شبر وصوني يا زميلي بسيطه قال لي هتسيب اللي في جيبك هسيبك قمت رفعت عليه سكينه قام رفع رايا خدت الصيت قفلت اللمبه لبست شيك نسيت الصندل شلت البيت طلعت لندن نص الطريق لقيتها طنطا قلت يلا عدي واشتري عايز اعمل بيت انا طيب لبيجي انزل عليه وما نبش كمان وكل ما يخلص من تاني يبتدي بطول انا واخد التورته مش بقسم غير التربه يوم ما تيجي تمد ايدك يكون السلم في التورته ده ابو نسبه بنورمال كل اللي اتنسى عامل نفسه من نسب البونتوكس عامل لنفسي مدرسه. ويت 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 سم في التورته مجال ده ابو نسبه بنورمال كل اللي اتنسى عامل بالله اللي ماير بونتوكس يروح يشيك عليه بسرعه. بونتوكس هذا جروب الجروب الوحيد في الهيب هوب اللي غنى مع ايزي بيجي وتوباك فهمت علي ولسه عايش يعني ناس كده عايشين لسه وهم تقريبا المؤلفين او اصحاب او مؤسسين اسلوب الميدويست تبع ال كي ليجند كيلر. الاسلوب هذا هذا ميدويست فهمت علي هذا اللي اسس يعني اخترعوا بون ثوغز. Crazy bomb this book 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 and the ones again the suckers they pick up they pin and they try to get timber say go that they win is dead mac 10 this blast and pick up my gun and you're running up from the sass ولا جاب كل واحد منهم عشر جاك صقد ويكم على شرم الاشقوق لان بدا عنده موسم الصيد هاتوا من يقول ان فاضل وانا بوريكم كفاهين ومشد عليه الكي مش معرمهم كمان وكل ما يخلص من تاني يبتدي بطولة انا واخد التورته مش بقسم غير التربه يوم ما تيجي تمد ايدك يكون السلم في التورته مجال ده ابو نسبه بنورمال كل اللي اتنسى عامل نفسه من نسب البونتكس عامل لنفسي مدرسه والترا سبا ياخد رايك لو كنت الكونجرس غير كده ما تستنانيش 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 اسالني على ريبك اقول له ما تستتد وات سوري سوري غير كده ما تستتناش ما تستنانيش اوكي عبالي انا ما قريت الصح بس طلعت ما تستتناش اسالني على ريبك اقول له ما جيش قرشت ما يكو فكل كلامكو ده بايش لو ما كانتش بكيش كنتش هتشوف الستارز على نيكي بلايش كرشت البيجو I was driving with my eyes closed under pressure like I'm walking on a tightrope I got hooligans from Joburg to Cairo they got my back any day any time so please don't get so mad now please don't get so mad angry at me cause your girlfriend told me that I'm handsome don't know why they mad at me I don't know why they act up angry at me cause I poked your girlfriend like a cactus Okay. Big ups le DIB got the heat. Big up le Joshua. Big up le Hangout Motel. Big up le Zani Visuals. خطوة حلوة باين انه اول تراك له في القناة هذه مع اني انا مو من الفانس او اني مو من الناس اللي يأيدوا فكرة انك تبدأ مشوارك بكلاب مع واحد اوريدي مشهور يعني بس
I think he knows what he's doing. يعني دوس فا أتمنى الكل يروح ويشيك التراك هذا و yeah we're waiting إن شاء الله يكون في تراكات جاية قريب يعني فهمت علي. سبسكرايب كمان ليش لا. أوكي تراك البعدة اسمه أحمد سانتا باي أحمد سانتا. هذا أول تراك زي ما قلنا كان الانترو تبع الألبوم. تراك جامد صراحة. الهوك مجنون يعني. التراك نزل أو الفيديو نزل من 11 يوم يوم 12 أكتوبر يعني. اليوم عندي 24 11 حاجة كده 11-13 11. أوكي أوكي يوم شايفين الكريديتس كيف بو يو 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 هذا كل التيم للتراك الفيديو كليب الواحد هذا. alright أحمد سانتا أحمد سانتا. اوه I know this one. على قفاك وبختم الجودة نزل اخلص ماليش في المهاودة غرس في الوش والتانية في الحودة. سمع كلام انا الزعيم ومش عادل امام واخد مخالفة بحزام الامان مش عم مركبها قدام. ساري 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 يو أحمد سانتا يعني تطور تطور عجيب برو. قارنوا أحمد سانتا هذا بأحمد سانتا النووي الاثنين دوب فهمت علي. بس هذا كذا باين انه تطور طبيعي فهمت علي. الواحد كذا دوب زي أحمد سانتا في أيام النووي فهمت علي وتراك أولد سكول جديد حاجة كذا لو تذكر التراك هذاك. وتراك أحمد سانتا يعني تطور طبيعي فهمت علي. فيا هذا اللي كان قصدي انه الفيديو هذا بيكون واتش ليرن يعني فهمت علي. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. على قفاك وبختم الجودة نزل اخلص ماليش في المهاودة غرس في الوش والتانية في الحاودة. سمع كلام انا الزعيم ومش عادل امام واخد مخالفة بحزام الامان مش عم مركبها قدام رابط لجان ظابط لجان جيت انا اتكلم قالت لي انت ضف تقصدني انا مش تقصد الظرف صحة في النازل والباقي في الشرف نازل بسكارف سكارفيس داخل بدمدم الوش بالبيس شنطة صيني ما يخشش الريس كابتن مش نجمه والقصة في الريتس اجي على البيت ماليش في الديتس منشأ بالبيس الشهرة بالجيتس كلم على الواتس تعرفش الاب. شفت صورة لسلايفر يا اخي طولت ما سمعت لسلايفر برو. اخر مرة سمعت ليش كان عطل فني اول مرة اسمع له بعدها سمعنا توني صح يس توني ما از ماي فيفرت بعدين سمعنا كم تراك بعدها في الستريمز على تويتش هذا تقريبا للبابا صح اظن 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 انيويز انيويز سلايفر واحمد سانتا اظن انهم وموسى سام اظن انهم اصحاب من زمان لانه كان في صورة برو بيبيز فهمت علي يعني حتى لسه باين انه ما بلغوا فهمت علي واقفين ثلاثة مع بعض ويا باين انهم يعني اصحاب من زمان. الجو هذا سلايفر لازم لازم اسوي له رياكشن. سمعت انه نزل تراك مع ما ادري ايش اسمه حمو بيكا ودريل كمان. ليتس جو استخل بدمدم الوش بالبيس شغله ده صيني ما يخشش الريس كابتن مش نجمه والقصه في الريتس اجي على البيت ماليش في الديتس منشأ بالبيس الشهره بالجيتس كلم على الواتس تعرفش الابديتس جيب لك الوكسه ما تخشش الجيش رمت الشعر انا يا احمد يوسف فكك الشعر انا يا احمد سانتا اجي اتكلم يا احمد سقا تيجي تتكلم. اوكي سي 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 سو سو اوكي 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 موهوك بريد صح. انا احمد يوسف فكك الشعر انا احمد سانتا اجي اتكلم يا احمد سقا تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب امتدى وانت زبوني جاي تتبدى شاب اسكوتة يعني متسقسى رابط الشعر انا احمد يوسف فكك الشعر انا احمد سانتا اجي اتكلم يا احمد سقا تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب امتدى وانت زبوني جاي تتبدى شاب اسكوتة يعني متسقسى انت الاغا زودوا السرعة تكييف يشتغل طالما قلتها يبقى انا تك 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 مش عادل امام بس برضو بقى برضو قلتها مش هصدم بتاع مطلي بالمدة قصتي مدام نازل بالشركة انا توني منجعة ولا اي روني انا مطلي بالدم ياض هسا جايك حلقة قام عكاد قولي دادي او عما ناقص تقولي العيلة كلها اديته بالبوكس انا الحكومة قائد سانتوس جنرال سوما داخل بقصقص داخل بمدام. شفت شايفين الفيجوالز كيف شايفين طريقة التصوير كيف برو هذا كله عشان يصير. شوف كمية الناس اللي اشتغلوا في الفيديو هذا برو يعني ما في جدية اكثر من كذا صح ولا لا
واجين هذا وقصدي انه واتش ليرن يعني تفرج وتعلم يعني. خلاص ما راح اتكلم ما راح اتكلم ما بقى شيء اصلا. زودوا السرعه تكييف يشتغل طالما قلت يبقى انا ادعى مش عادل امام بس برضو باع برضو برضو قلتها مش قصده بتاع مطلي بالمده قصتي مدام نازل بالشركه انا توني منجع ولا اي روني انا مطلي بالدعم يا دي الزهق يا ده الزهق جاي كحلها قام عتشال قول لي دادي او عما ناقص تقول لي العيله كلها اديته بالبوكس انا الحكومه قائد سانتوس جيراسوما داخل بقصقص داخل بمنتج وانت زميلي قد الجرسومه قالت لي شفتك صوت انا مكهرب صوت عندي الجرأه قلبي جايب حارس المرمى احمد جوهر رابط الشعر انا يا احمد يوسف فكك الشعر انا احمد سانتا يا اتكلم يا احمد سقات تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب مدقدق وانت زبوني جاي تدقدق شاب اسكوته يعني متسقسق رابط الشعر انا احمد يوسف فكك الشعر انا احمد سانتا يا اتكلم يا احمد سقات تيجي تتكلم انت بتلقلق شاب زتوني شاب مدقدق وانت زبوني جاي تدقدق شاب اسكوته يعني متسقسق هذا how to do a perfect يعني a masterpiece يعني اتفرج من احمد سانتا عامة يعني اتفرج على شغله اتفرج على الناس اللي يجيبهم شوف كيف يختار البروديوسرز تبعه شوف كيف يختار الاسلوب شوف كيف يختار النمط تبع الالبوم تبعه برو let's go.